تم بعون الله افتتاح محل ديانا سواريز في مجمع الدعباس بتاريخ 25/4/2015. يوجد لدينا لدى أخي خالد الطياح، اللهم صل على سيدنا محمد، بضاعة جميلة جدا من فساتين السهرة وبدل العرائس، وكما ترون يوجد بدلات بيض، بدلات خطبة، فساتين سواري من النوع الراقي. لقد غيرنا نظام مدينة طول كرم من الشغلات العادية إلى الشغلات التمينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تم افتتاح محلة ديانا سواريه في طول كرم مجمع الدعباس. الحمد لله توفقنا بإحضار جميع البضائع من تركيا، موديلات 2015، حيث تلاحظون أنها كل جميع الموديلات من أرقى الشركات التركية المتميزة، وحرصنا على أن تكون هذه البضائع متميزة جدا، ونتمنى أنها تنال إعجاب العرائس وأهل المدينة. وأهلا وسهلا فيكم وشرفتونا.